مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة للتوصل بأحدث الأخبار الوطنية والدولية. في خبر جديد، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في بلاغ له اليوم أن لجنة الانضباط التابعة للجنة الأولمبية الدولية لكرة القدم قررت استبعاد محمود الصابر لاعب منتخب مصر الأولمبي وفريق بيراميدز من المشاركة في المباراتين الأولتين في دور المجموعات بأولمبياد باريس 2024. ويأتي هذا القرار حسب بلاغ الاتحاد المصري بعد طرد الصابر في المباراة النهائية لبطولة إفريقيا تحت 23 عاما أمام المنتخب المغربي. وخلال المباراة النهائية سجل صابر هدفا لصالح منتخب مصر قبل أن يتعرض للطرد بسبب تدخله القوي على عبد الصمد الززولي لاعب المنتخب المغربي. وعلى الرغم من توجيه الانتقادات والتساؤلات حول صحة القرار، إلا أن العديد من المتابعين والخبراء المصريين اعترفوا بصحة قرار طرد صابر بسبب الخشونة التي ظهر بها في المباراة. ومن جهة أخرى، عبر المغاربة عن سعادتهم بخروج الززولي بدون إصابة، حيث أعربوا عن تخوفهم من إمكانية إنهاء مسيرة اللاعب المغربي الموهوب مبكرا بسبب تدخلات صابر وزملائه الخشنة التي كانت تستهدف اللاعب المغربي. هذا واستعاد المشجعون المغاربة ذكريات الموهبة تيموم الذي تعرض لإصابة خطيرة بسبب فريق مصري في إحدى المباريات، وتجددت المخاوف من تكرار حادثة مشابهة للاعب الواعد الذي يلعب في أوساسونا معارا من برشلونة. نشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.